جراحية في الاي ان تي مثلا في السنة الواحدة بياخدوا قريب 2 بس، في جراحة العظام بياخدوا 4، في جراحة المسالك البولية بياخدوا 3، في الاوفثالمولوجي العيون بياخدوا 2، الكارديوثوراسيك سيرجري بياخدوا 1 بس، وحتى في الكارديوثوراسيك مرات بياخدوا 1 كل سنتين او كل 3 سنوات. لان عشان النقطة دي انا يا جماعة دار اوضح لكم شنو، انه ما دام انه انت خلاص خدت تخصصك داير سيرجيكال بروجرام داير سيرجيكال سبيشاليتي، شغله حيكون عشان انت تحصله شغله حيكون اكثر شويه من التخصصات الثانيه زي التيبل ميديسن والبيدياتريك ولا اللي ميرسي. صح انه متعبات وحتحتاج تشتغل فيهم، لكن في سيرجيكال سبيشاليتي انت محتاج تشتغل اكثر شويه. الجدول الثاني، في جدول ثاني الجدول ده انه حاجه في خطه موضوع انه يزيد العدد. هسه الحاجه لسه ما معتمده، الجدول اللي مطلعكم ما معتمد انه الجنرال سيرجري يرفعوه انه يبقوه 10 في السنه، يشيلوا 10 في السنه. لكن ركز معي برضو انه رفعناه 10 في السنه وعندك في الباطنيه لسه بيشيلوا ما بين 55. فهمت؟ في الجدول بيوضح لك انه هل في كان في جانب السؤال بتاع الفيشيبس بعد الريزنسي بروجرام، انه هل بقى يعني خلصت البرنامج اللي عباره عن 4 سنوات او 5 سنوات؟ اي جراحه 5 سنوات يعني، مثلا عندك الجراحه العامه 5 سنوات، جراحه المسالك اللي هي 5 سنوات، جراحه الاذن والانف والحجر 5 سنوات، عندك جراحه التجميل عباره عن 4 سنوات وممكن تطول، عندك نيوروسيرجري 7 سنوات وممكن تطول، ما زي الباطنية والأطفال 4 سنوات وبتخلص. فالمشوار حيشتغي حيكون أطول، لكن استاهل صراحة استاهل. فأنت بعد ما تخلص بالنسبة للفيلوشيبس بتلقى فيلوشيبس كيف تتخصص داخل التخصص بتاعك. يعني كيف أقول لك النقطة دي، مثلا حاليا انت مثلا خلصت جنرال سيرجري ريزيدنسي بروجرام، خلاص اللي هو عباره عن 5 سنوات، خلصت ال5 سنوات امتحنت البورد بتاعك، انت حاليا اخصائي بتاع جراحه عامه، دار تعمل شنو بعد ده؟ نفس السؤال، وات از نيكست؟ كويس، ممكن تقدم على الزماله. حاليا الزمالات المفتوحه في حمد محدده على الناس اللي بيخلصوا ريزيدنسي عندهم، في شوية زمالات ممكن يجيبوا ناس من برا، لكن أغلبية الزمالات الموجودة حالياً على نخلص الريزيدنسي هنا. مثلاً عندك في الجنرال سيرجري عندك الأكيوت كير سيرجري، عندك الهيباتوبيدا سيرجري، عندك البرياتريك سيرجري جراحة سمنة. وثاني مثلاً شنو ده بالنسبة للجنرال سيرجري، في الانترنال ميديسن برضو عندهم الفيلوشيبس كثيرة شديد، برضو الأولوية تكون للناس اللي اشتغلوا عندهم. ومثلا في اليورولوجي عندنا بعد ما تخلص عندك في مثلا الانديورولوجي جراحة المناظير، كويس، وفي عندك اليوروديناميك والفويدنج ديسفانكشن. فدي كلها فيلوشيب انه انت كيف تتخصص جوا التخصص، عشان انت بعد ذاك تطلع استشاري بتاع حاجة متخيل متخصص جوا التخصص، اللي هو من البداية لو انت في الجراحات تخصص دقيق. فهمت علي؟ طيب بس معلش هسه ممكن نرجع للعرب بورد السلايد اللي قلت لك اطلع لي فوق ثاني. طيب العرب بورد هو شنو يا جماعه؟ زي نظام الجامعه، انه انت سنه اولى سنه ثانيه سنه ثالثه سنه رابعه سنه خامسه، لما تخلص سنه الامتياز بتاعتك وبعد بدك تجي على ريزيدنسي بروجرام تبداه، انت حتبدا بالكنائب اخصائي سنه اولى. كل سنه في متطلبات معينه انت مطلوبه منك، كل سنه لما يعني خلصت سنه اولى في سنه ثانيه ممكن الورك لود يقل او يزيد، لكن شنو اللي حيزيد 100%؟ الريسبونسبيلتي بتاعتك حتزيد، كل سنه الريسبونسبيلتي بتاعتك حتزيد. لما تصل سنه خامسه زي الجامعه، يعني سنه خامسه انت لما تكون سنه خامسه نائب اخصائي سنه خامسه، حتى المفروض تشتغل كاخصائي لانه بعدين تحت امتحان البورد على انه انت تبقى اخصائي بتاع الحاجه دي، بعد ذاك
انت هتكون براك مع المريض، انت اللي هتكون الديسيجن ميكر كويس، انت اللي هتكون الفيس سيرجن، انت فالريسبونسابيلتيز هتزيد معاك. العرب برضه بشكل عام حاليا كل الريزنسي بروجرام الموجوده في حمد لما تخلص الفتره بتاعتها هتمتحن على العرب. والعرب برضه في اول سنه ليك، انت لما تكون شغال كان احصائي اول سنه ليك لما تخلص ال 12 شهر التخصصات الجراحيه الاورثوبيديك واليورولوجي والاي ان تي والجنرال سيرجري كلهم بيمتحنوا التخصص البارت 1 واحد اللي هو بيعتمد فوق شنو الابلايد اناتومي الابلايد فيسيولوجي كلها حتكون واحده. فبعد بعد ده لما ان شاء الله لما تنجح فوق وتخلص حتكمل في الروتيشن بتاعك على لما تكون ار 5 واخر سنه حتمتحن الامتحان الفاينل ريتن اكزام للتخصص بتاعك المعين. بعد ذاك حيكون عندك امتحان سريري وامتحان شفوي يعني. لما تخلصهم الاثنين حتاخد ام دي بتاعت انه يا اخي انت مثلا بورد عرب بورد سيرتيفايد جنرال سيرجون مثلا. طيب العرب بورد اي حاجه زي ما قلت لكم بيكون فوق عليها ادفانتج وديس ادفانتج. الادفانتج بتاعت العرب بورد شنو؟ انه يا اخي انت حاليا عندك شهاده بتاعت انه انت اخصائي بتاعت التخصص الفلاني. الشهاده دي بتقدر تنقل بها تشغلك في كم في كم بلد اللي هم على الاغلب البلدان الخليجيه العرب بورد العرب كانتريز اللي هم السعوديه وقطر والامارات والبحرين والعراق والسودان. بتقدر تمشي تشتغل فوق وتقدم عليه انت اخصائي فبتلقى وظيفه في البلدان دي بسهوله اكثر من باقي لو من لو انه انت عندك مثلا بورد بتاع بلد معين. طيب اللي بيفرق شنو يا جماعه؟ مثلا حاليا هنا في قطر لما تخلص لو تكون تقدم على وظيفه بتاعت اخصائي البوردات مقسمه عندك جروب A بورد وجروب B بورد. الجروب A طبعا حيكون الامريكان بورد واليو كي بورد والاستراليان بورد والكنديان بورد. ديل بيلقوا فرصه اكثر اسرع تمام؟ وبيلقوا فرصه كمان شنو بعدين في الترقيات من اخصائي الاستشاري بطريقه اسرع. يلا نقبل على الجروب بي الكاتيجوري بي ديل فوقهم شنو؟ فم واحد القوه بتاعت البورد ما زي الامريكان بورد والكنديان بورد والبوردات الغربيه. فوق العرب بورد كرقم واحد، فوق السودانيز ميديكال بورد برضه، فوق البوردات يعني المعينه وتحديدا البوردات العربيه يعني. حاليا في مؤسسه حمد تحديدا السنه دي ريزيشن في بورد الاولى حتكون، والفكره من انه يا اخي ان احنا بالبورد ده ان شاء الله هنحاول نقوي بنقدر يعني الحاصل على البورد يشتغل في كم بلد برا قطر يعني. فدي ده الموضوع انه هل البورد دي الفكره بتاعته انه حدي البورد ده حيشغلك في كم بلد برا البلد اللي انت شلت منه. انت حتمتحن البارت 1 بتاع البورد بتاع البورد في سنه اولى لما تخلص سنه اولى من الريزنسي بروجرام ويا هو بيدوك اجازه يعني بتاعت اسبوعين يعني تكون قاعد تقرا من بدري عارف روحك انه انت اول ما بديت انت يا اخي بعد 12 شهر انا حمتحن البارت 1 وبارت اخر يعني في سنتك الاخيره. وفي الفتره دي كلها انت حتكون قاعد اسمه بتدرب في مجالك. الماستر والبي اتش دي ما دي حاجه منك يعني ما قاعد في التريننج بروجرام بتاع الريزنسي بروجرام لانه انت لما تخلص حتاخد ام دي انه انت اخصائي. هي عباره عن بتوازي الماستر لو انت عامل الماستر من البدايه يعني كويس اخصائي بتاع التخصص المعين ده. والبورد العربي زي ما وريتكم انه بتعملوا فوق روتيشن في العربيه اللي هو قطر والسعوديه وفرصه بتعتمد يعني مثلا حاليا انا بتكلم عن قطر انه قطر كل المجالات كل التخصصات اللي في مؤسسه حمد حاليا لما تخلص منها حتمتحن العرب بورد في النهايه. وحاليا برح ان شاء الله حيدخل القطري بورد في المجال حد يعني انت حتتقل للناس اللي هيجوا جداد حتخلص الريزيدنسي بروجرام حيكون عندك بوردين عرب بورد وقطري بورد ان شاء الله.
يعني شنو يا ربي، انا اظن كده قريب خلصت من الحياة الفراسية. طيب كان في جاتني قبل كم اسئله، ايوه الفيزا تايب اوف فيزا، زي ما قلت لكم انه الانترنشيب فتره الامتياز الفيزا اللي انت لازم تكون عندك اقامه عائليه عشان تعمل الامتياز بتاعك. طيب لو انت لو قصدكم على انه الشغل الفيزا كيف، انت المفروض تكون لو ما اصلا ما قاعد في غطاء من برا عادي، بتقدم من برا وجيب لك اي حاجه، بعد ذلك ترسلوا لك زياره بتاعت العمل. بزياره العمل دي انت هتجي داخل قطر كويس، وهتبدا تشتغل عادي خلال اول 3 شهور تقريبا من زياره عمل لاقامه عمل. لكن موضوع انك مثلا دار تشتري اقامه حره ولا حاجه ما حتنفعك، يعني ما حتفرق معك في حاجه. فانت لو قدمت بلوك كده كده حيطلعوا لك الفيزا. تاني شنو؟ كان في سؤال why what advantage of this pathway. طيب الادفانتج بتاع الباثوي شنو، انك يعني الحياة اللي ممكن تحببك انك تطرق اكثر من باقي الدول شنو، انه يعني درب واضح، عندك كم امتحان عملتهم، كم امتحان يعني كم حاجة عملتها قدمتها ان شاء الله بتنقل، كان من قبلتها يا قدمت السنة اللي بعدين جوه السي فيك عشان تمشي لك مكان ثاني. فالضرب واضح يعني. التريننج صراحة حاليا في مؤسسة حمد يعني ما شاء الله انه good environment for training، وغير كده في حاجة اسمها ACGME اللي هي عبارة عن Accreditation Council of Graduate Medical Examining، اللي هو ده شنو؟ اللي هو ده يا اخي معايير بتوريك انه هيئة امريكية عندها معايير معينة في البين والفيزيشن تريننج كويس، فمن المؤسسات الخارج امريكا الجيش بتاع الاي سي جي ام اي حاليا بلدين بس، اللي هو مؤسسة حمد في قطر وسنغافورة، انه التريننج والبيشن كير والفيزيشن تريننج واي حاجة زي الامريكان انفايرمنت بالضبط. فدي من الحاجات اللي تعتبر لمؤسسة حمد ودولة قطر. وغير كده انه الحاجة دي انه ما دام التخصص بتاعك اي سي جي ام اي اكريديتد، لما تخلص منه فرصة انك تقدم على امريكا وتلقى لك فرقة بتاعت فيلوشيب في امريكا احسن كثير من باقي الناس، لانه انت اوريدي متخرج من 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 بروجرام اي سي جي ام اي اكريديتد وفوقه الكريتيريا بتاعتهم اللي في امريكا، فدي فاليد بوينت شديد بالنسبة لك وهتقوي موقفك. في نقطة تانية بتاعت التطور، انت في حاليا في خلال يعني في الريزنسي بروجرام في حمد بتقدر تطور روحك وبتقدر تشوف روحك انه انت ماشي لقدام، ما يعني ماشي لقدام ما حتتأخر، بالعكس بيعلموك كويس تمام، بتلقى فرص وفرقات عشان تعمل ابحاث وتنشر فوقه تمام، وبتلقى فرص انك مثلا شنو تقدم في مؤتمرات عالمية بيدعموك فوقه، فبيدعموك كويس وبتقدر تطور روحك في في مجالك كويس. طيب في كان سؤال بتاع اي فومر، نرجع لهم هل انه اشترك في منظمات زي الاي اف ام اس اي بيساعدني يختارون في الريزنس بروجرام؟ ايوه طبعا، انه كل ما انت تقوي السي في بتاعك يعني احسن لك، لانه الناس دول بيشوفوا السي في بتاعك انت سويت شنو جوا الجامعه. لكن برضه في نفس النقطه دي دو ريزيدنت دكتور جيت بيد، ايوه طبعا مو الناس جايه غفر ليه يعني ما اكذب عليك، ودي من النقطه اللي انا ممكن اقول لك وات ادفانتج اوف ذيس باثوي، انه ويل بيد يعني صراحه في قطر هنا اظن اتس هايست بيد ريزيدنسي بروجرام وورلد وايد، اظن تقريبا يعني في الشهر بياخذ قريب 5000 دولار، ما عارف في هل في حته اعلى من كده ولا لا. طيب
تاني شنو، اذا امتحنت وجبت سكور كويس وماشي لك ممكن اقدم كم مره، وهل في زمن معين تكون الشهاده ما معتمده، وهل ممكن اقدم في دول تانية؟ طب السؤال ده حلو شديد. التقديم انه انت لو انت اصلا من البدايه متخرج اكثر من 5 سنوات ما حتقدر تقدم. في رؤيه بتاعت انه يا اخي احنا دايرين ناس فريش جراديويت، وما هو ما بالضروره انك تكون فريش جراديويت، لكن يعني الليميتد 5 سنوات. يعني مثلا هسه ديت سنه 2020، اللي تخرج قبل 2015 ما بيقدر يقدم، ولا بيقدر من البدايه ما بيقدر يقدم. تمام، ده بالنسبه لتاريخ تخرجك، انت لازم تكون متخرج في الفتره بتاعت 5 سنوات. الحاجه الثانيه امتحان الايفون، انت بعد ما تمتحن النتيجه بتكون قاعده في الموقع اونلاين لمده سنتين، بعد السنتين النتيجه بتختفي، لكن انت ممكن ترسل لناس الام بي ام اي انه يا اخي يا جماعه ظهروا لي النتيجه في حسابي لفتره معينه عشان انا مقدم. انا ما متعمق في النقطه دي، لكن الحاجه دي ممكن ويعني بتتعمل. طيب هل البلابس بيوازي الايفون؟ حاليا بالنسبه لمؤسسه حمد هنا البلابس ما معتمد. ممكن تقولي نعم بيوازي الايفون في صعوبته، في قرايته، في مواضيع زي دي، لكن ما معتمد في حمد. في حمد عشان المعتمد الايفون والامتحان الكندي الام سي سي اي واليو اس ام ال اي، الثلاث امتحانات ديل بس. طيب في كم بورد اكزام حاليا في الفتره دي؟ حاليا لما تخلص ريزيدنسي بروجرام انت بتمتحن العرب بورد بس، لكن من السنه دي وليه قدام، يعني الشباب لو جيتوا السنه الجايه السنه اللي بعديها هيكون في امتحانين، العرب بورد والقطري بورد. طيب الاو اي تي ما معتمد يا شباب، الايلتس والتوفل بس، والايلتس لازم السكور بتاعك تكون جايب 7 وفوق، والتوفل جايب 87 وفوق. ممكن امتحن الايفون والستبتو سي كيف دون السيبون؟ اي اظن جاوبت على النقطه دي. طيب اظن طلعت فوق الاسئله. طيب الجهاز ولا من خروج تفرق كيف؟ من الريليز بتاعك، من التاريخ بتاع انه انت طلعت من الكليه 200 وتاريخ استلمته. فمثلا انت لو استلمت شهادتك يوم 1/12/2016 انت بتعتبر خريج من 2016. خريج 2017، فبس بيشوفوا ان انت استلمت شهادتك من 100 سنه. ده رقم واحد. رقم اثنين، اشتغلت الامتياز، بعد ما خلصت الامتياز ما توفقت، ما شغال وقاعد، يعني عندك كلينيكال جاب. لو الكلينيكال جاب ده تمت سنه ما بتقدر تقدم، فلازم تحاول في السنه دي تسدها. تسدها عن طريق كيف؟ ممكن تحاول تشترك في الريسيرشز، الريسيرشز بتتحسب انها يعني كلينيكال وورك. تمام، والكلينيكال اتاشمنت برضه تعمل اتاشمنت في حتات وتاخذ منها شهاده ان انت كنت شغال. لو انه ما توفقت ما قدرت تعمل الحاجه دي وانت قاعد برا المجال يعني ما شغال، اظن بيقدروا يشيلوا الابلكيشن بتاعك، او المفروض يكون عندك كويس اكسكيوز يعني تفسر كويس السبب كان فين بالضبط. طيب في زول من الروم الثانيه سال ممكن اشتغل امتياز في قطر لو انا مقيم مثلا؟ طبعا، حتى انا قلت لك انه الامتياز في قطر كل المقيمين بس بيكون عندك اقامه. لا، البيزك ساينس اكزام ما معتمد في قطر الا الكلينيكال ساينس اكزام. طيب العرب بورد ولا القطري بورد؟ طبعا القطري بورد يا دوب بورد بادي جديد والموضوع ما واضح، لكن انه هم دارين يعني يحاولوا ياخذوا على اكريديشن كثيره، وانه على اخره يكون يحاولوا يكون قوي شديد يعني انه يشغلك اكثر. لكن في الموضوع انه انت حتمتحنهم الاثنين، فانت حيكون عندك القطري بورد والعرب بورد، فدي نقطه كويسه شديد بالنسبه لك. هل الايفون ممكن يساعدني في توفير تكاليف في امتحانات الستيبس؟
ما حيوفر، ما حيساعدك في توفير تكاليف امتحان الستيبس، لانه امتحان ده بقى وده بقى، لكن الايفون بيساعدك على انه يقيم ادائك، هل انت جاهز للامتحان ولا لا، لكن تكاليف امتحان ما ما لا ما بيقيم. هل فرصة الزول اللي بيشتغل امتياز في قطر اكبر في الريزنسي؟ ايوه نعم، دي حاليا في كمان مع الظروف الموجودة حاليا مع الكورونا، يعني زول يكون قاعد عندك في البلد احسن من انك تجيب لك زول من برا، لكن ما معروف لقدام يحصل شنو في، حتى انه يعني شنو المؤسسة ما فارق معاها انت مقيم في قطر ولا من برا، ما دام انه انت قدمت وسي فيها قوي وسكوراتك قوية وخشيت الانترفيو أداءك كان قوي، نحن دايرينك ما عندنا مشكلة، فهمت علي؟ لكن بالنسبة لأنه اللي بيشتغل الامتياز في قطر فرصته أكبر لكم حاجة. السبب الأول إنه القسم المقدم عليه هو بيكون يشتغل معه في خلال الامتياز، فهو عارف الدكاترة الموجودين هناك منه، وعارف حيكون عارف السلكشن كرايتيريا شنو، وبكون طالع بكم ريكومنديشن لتر من كم دكتور في القسم، وبكون عمل له كم ريليشن شيب، ونقطة إنك شغال الانترنشيب معاهم إنه أنت ولدهم، يعني نقطة بالنسبة أي صحيح، ما لا ما 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 لزوم إنه أنت اشتغلت امتياز في قطر معناها حتلقى لك ريزنسي بروجرام في قطر، بوزيشن في قطر ما ضروري، لكن بترفع في النقطة فوق. طيب بالنسبة للشهادة، سؤال الشهادة بتاع اليوتيوب ده أنا صراحة ما عارفه كويس، بس إن شاء الله على أظن في اليومين الجايات بكرة إن شاء الله في سيشن عن اليوتيوب، إن شاء الله هتلقي فوق الجواب أحسن. أيوة نعم، حاول تقوي السي في بتاعك قبل التخرج، اشتغل في روحك من بدري من بدري، لانه لما تتخرج الشغل بيبقى معاك صعب، ما حتلقى زمن، ما حتلقى ايفنتات زي ما انت زي ما كان في يعني، فحاول اشتغل على روحك ابدا شويه. طيب عالم ما بعد التخرج ده كبير، تنصحنا بشنو كطلبه قريبين للتخرج ان شاء الله؟ والله كلامك صح، انا ما اكذب عليك، ما بقى عالم ما بعد التخرج ده كبير. طيب نصيحه شنو كطلبه قريبين للتخرج ان شاء الله؟ حاولوا انه تخطوا الهدف بتاعكم، البلان بتاعكم، انه انا خلاص يعني قربت اتخرج، ها انا المفروض امشي على شنو؟ مثلا لو انت هتمشي دارت خلاص يعني دارت تمتحن الايفون، وعارف روحك هتمتحن الايفون من قرايتك في الجامعه على اساس انه اخر كلاس بتاعي انك مثلا ابدا اقرب اليورد، ابدا حل اسئله اليورد، انت هتكون خلصت الكلاركشيب، مخلص اليورد بتاع الماده دي تمام، وعارف وخلصت الكلاركشيب كويس، فانت لما تكون بادي عشان البريبريشن بيريود بتاعتك للامتحان هتلقى ان اوريدي انت حليتها قبل كده، والموضوع ماشي معاك سهل احسن، فهتوفر حاجات كتيره، ده تحديدا للقربوا يتخرجوا الناس في الكلاركشيب، اقروا للكلاركشيب معاه اسئله اليورد، واقروا الحاجات بتاعت الامتحانات البرة مين السنه برضه، في نفس الموضوع الناس دارين يمتحنوا الام ار سي اس، دارين يمتحنوا البلابس، دارين يمتحنوا الاي اس ام ال اي، ابدلها من بدري ما تتأخروا فوق، دي نصيحة ابدلها من بدري، لأنه الزمن بيمشي سريع بعد التخرج، وما أو هتلقى إنه الزمن مشى عليك. طيب أهم حاجة فترة الامتحان كم، زي ما وريتكم إنه النتيجة بتكون قاعدة في الموقع لمدة سنتين، لكن ما بتنتهي، أنت أول حاجة يعني هتنزل الريبورت، هيكون عندك كوبي حق تقدر تقدم به، وأي حاجة لما يشيلوك هم بيسألوك من اليوزر نيم والباسورد بتاع عندك عشان يتأكدوا من الشهادة جد، فلو في الفتره دي النتيجه ما كانت موجوده في الموقع بترسل الايميل لهم على اساس انه ياخذوا ظهروا لي الفتره دي عشان يشوفوها الجماعه، بعد ذاك ما في مشكله، لكن يعني ما عنده فتره معينه بتخلص، اي تخصص عنده سكور معين. طيب انت كده سالتني سؤال شويه، مثلا هنتكلم عن الانترنال ميديسين في الموضوع ده، في الانترنال ميديسين اي تخصص عنده سكور معين ده بيفرق، السؤال شويه بيفرق، لانه
لانه مثلا التخصصات الجراحيه بشكل عام جنرال سيرجن الاورثوبيديك اليورولوجي الاي ان تي اهمهم الاكبر بيكون شنو يا اخي الزول ده السي في بتاعه فوق شنو ودايرنا نحن لشنو والبرسوناليتي بتاعته جوه الانترفيو شنو وهو شنو يعني فاهم عليه وهل بيقدر وداير مقدم على التخصص ده ليه لانه اوريدي يا اخي نحن بنشيل نفرين ثلاثه بس في السنه فدي هاي ريسك انك مقدم على التخصص ده فليه انت مقدم عليه اما مثلا يا اخي في الميديسن بيشيلوا 50 واحد عدد كبير مع انه صح المقدمين عدد اكبر عدد كبير شديد لكن بيشيلوا 50 فهم بيحاولوا انه يعني شنو اكثر من الانترفيو بيحاولوا يشيلوا اكثر 50 شاطر مع ميديسن تمام فبيشيلوا السكورات العاليه فاي تخصص عنده سكور معين ده مثلا نقول في الباطنيه هنا يا اخي لازم تكون جايب اكثر من 84 في الايفون لو جايب اقل من 84 انسى ما 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 حياخذوك دي نكون على بينه فوق يعني لازم لو انت ده تقدم باطنيه لازم تكون جايب فوق ال 84 اما بالنسبه لباقي التخصصات في يعني كده وكده في تخصصات السكور بيفرق معاهم تخصصات ما السكور ما بيفرق معاهم بيفرق معاهم الانترفيو اكتر من السكور وفي تخصصات ايوه نعم نحن سكور بس عندك سكور نتقابل ما عندك سكور ما تقدم من البداية يعني طيب هل لتني ايفنتس كفايه انه السي في يكون قوي ولا الا اكون مقدم عديل في الايفنتس طيب عشان ما تفهمني غلط في انه الموضوع الايفنت السكه كثير انا قصدي لك شنو بموضوع السي في والايفنتس ده يلا طيب مثلا في السي في انه انت عندك يعني اقول لك كيف في السي في حتكتب الكونفرنسز والوركشوب اللي انت مشيت لهم او اشتغلتهم عندك سيرتيفيكيت وزول سالك منهم بتقدر تثبت له ما لازم تكون انه انت مقدم فوقه ولا بس حاضره بقدر ما انه الايفنت هو شنو وكان نافع في تخصصك اللي انت مقدم عليه هو شنو انت علي فحاول انه انت تكون تارجتد وان بوينت فوق عشان ما تضيع ساي وما تحضر اي ايفنت اللي بيفيد والما بيفيد تحضره وتضيع زمنك فوق طيب والله الايفون حاليا فترته مفتوحه وده شهر واحد وفي امتحانات يا هول الامتحانات حتكون من يوم 22/3 ليوم 28/5 فدي فتره 4-5-6 شهور الزول بيقدر ينجز فوقه بيقدر انه يقرا فوقه ويجهز وضعه واي حاجه وبيقدر يشتغل فوقه بس طيب لو يعني بس الحاجات الريليتد للتخصص الفلاني ده لو انت اصلا من البدايه اختارجتد انه انت عندك تخصص فلاني وماشي عليه من فترتك في الجامعه حاول انك في خلال الجامعه يا اخي التخصص ده اي وركشوب ايفنتس انا بلقاها اشترك فوقه لكن يعني مثلا انت يا اخي دارت جنرال سيرجري وتكون ماشي على الكونفرنسز والايفنتس بتاعت الانترنال ميديسن اي نعم دي حاجه كويسه في السي في بتاعك لكن هتفيدك شنو في التخصص بتاعك طيب شنو شروط محتاج طيب انا زي ما وريتك ان الموضوع ده ما يلزامي صح اي ممكن يكون عندك سكور عالي ممكن يكون عندك اي حاجه في النهايه ما تتشال برضه في النهايه ده توفيق من ربنا كويس والشروط زي ما وريتك الشروط الاساسيه اللي لازم انه انت تكون عندك عشان تقدم يكون عندك ممتحن الايفون جايب نتيجتك وممتحن الايلس او التوفل وجايب نتيجتك فبعد ذاك الحياه اللي بتقويك شنو السي في بتاعك شغلك كيف والانترفيو بتاعك يكون كيف ما ضروري انه انت مقفل الامتحان حيشيلوك امتحان البيزك ما ضروري بس المهم الكلينك ده بالنسبه لمؤسسه حمد لو انت ده تجي خطر البيزك حل عندنا من مشاكل الايفون منه يا قطر يا لبنان في لبنان الجامعه الامريكيه في بيروت طالبه الاثنين عشان الريزيدنس بروجرام بتاعهم مطالبين البيزك والكلينيكال ما عندي فكره كثيره عنهم لكن دي المعلومه اللي انا عارف انهم دايرين الاثنين افتكر كده شباب زمن معلش بس ضايقنا كمان وان شاء الله اكون كفيت ووفيت وكان صراحه كان الشرف لي انه اقدم معاكم وان شاء الله التوفيق لجيس وكل ونشوفكم في التوب ان شاء الله الحمد لله الله اكرمني اني قدرت اقدم مع الدكاتره الملتزمين بتاعنا صراحه بروف انا ما مصدق ان اليوم يعني مقدم مع مستر جمال مصطفى وبروف محمد الامام
ومستر حسين الركبي. الحمد لله، وإن شاء الله أكون كفيت ووفيت. ولو عندكم أي سؤال استفسار موجودين إن شاء الله حاضرين لخدمتكم، وكل التوفيق ونتمنى لكم كل الخير ونشوفكم عما قريب إن شاء الله. والله تسلم، تسلم كثير يا دكتور، ما قصرت والله.